السلام عليكم ورحمة الله. 27 شهراً منذ تحرير عدن، والمدينة تعيش حالة من الاختلالات الأمنية، تشكيلات عسكرية خارج سيطرة الشرعية، وعشرات السجون المعلنة والسرية يزج فيها المواطنون دون تحقيق أو محاكمة. وبينما يصر البعض على التغطية والتبرير، تبرز صرخات أمهات المختطفين وأطفالهم بشكل يبدد سكون التعتيم. تناضل أمهات المختطفين في عدن والمحافظات الأخرى بشكل لفت أنظار العالم واستدعى اهتمام وتركيز منظمات دولية، طالبت بصورة صريحة الإمارات ووكلاءها بتحمل المسؤولية الكاملة عن سوء معاملة المحتجزين. ضجيج حقوقي وصل إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي طلب من البنتاغون إجراء تحقيق في ادعاءات تعذيب في سجون تديرها الإمارات في اليمن. وشكل الحراك الحقوقي الذي تقوده أمهات وذو المختطفين في سجون القوات المدعومة من الإمارات ضغطا دفع بممثل مكتب الصليب الأحمر المطالبة من إدارة أمن عدن بحل ملفات المعتقلين والمفقودين. في حلقة اليوم من بين قوسين نتناول نضال أمهات المعتقلين وذويهم ونناقش أبعاد هذا النضال. وقبل النقاش اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة المؤقتة عدن الناشطة الحقوقي فهم السقاف، ومن عدن أيضا ستكون معنا المحامية والناشطة القانونية هدى الصراري، وأيضا سينضم إلينا وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، وسيكون معنا من عدن والد أحد المعتقلين المعتقل محمد الحسني. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع والد المعتقل محمد الحسني من عدن. مساء الخير أستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، كيف الحال؟ أهلا بك معنا الله في الله. نعم أبو محمد، في البداية لو وضعتنا بصورة مفصلة عن حالة اعتقال نجلك محمد في السجون السرية في عدن. والله شوف، نحن عشنا في عدن ديما الأسر العدنية أنه نربي أولادنا تربية صحيحة وسليمة بالمدارس المعتادة، ويتخرج من الجامعة ويتوظف وظيفة رسمية كعادتنا هكذا. ولد ابني وانت عايش وربيته هكذا ودرسته، يعني أسرة محترمة. حتى نحن من أولادي في الأوائل في المدارس أصبحنا الأسرة المثالية. ففي الأخير زوجت ابني وتوظف في الكهرباء موظف رسمي، مناوب، مهندس مناوب. وفي الأخير وقعت هذه الحرب، وكلنا أفتونا العلماء داخل عدن أن الكل يقاتل ضد الروافض أنه بيدخلوا. قاتلنا مع الجميع، وقفنا كما قال الله انفروا خفافا وثقالا. قاتلنا جميعا. بعد ما قد خربوا الحوادث عدنا إلى أعمالنا بالكهرباء، نعمل عاد ابني بالكهرباء ويشتغل كعادتنا. وهكذا أسأل مولود، وفي الأخير يجي لك 9-11، يمكن تاريخ 11-12-2016 يقتحم بيتك اقتحام كأن احنا يعني استغفر الله، احنا أصلا ما نعرفش السلاح. لما اقتحموا الساعة 2:30 الفجر، لو أنهم أتوا لعندي وأنا أب، أنا لي كلمتي في الحي، أنا من الأسرة المحترمة، يعني أنا ولو قلت أصحاب الحي كلهم يعرفون من هذا الأسرة. في اقتحموا منتصف الليل الساعة 2 الفجر يعني مصفحات، يعني إحنا مش معتادين، يقفزوا فوق البيت قفز، يعني خوفونا ألعبون إحنا. إيش في مالكم؟ في حاجة ولا شيء؟ إيش بتجيب لي ورقة رسمية بجيب لك ابني اللي عندك؟ لو في حاجة نعم. نحن بنعذر على ما وقعت من أحداث، نحن بنعذر الأمن معذورين، لكن يحاكم ويحقق ويفك. نعم. لكن في الأخير أنه يقتحم لك بهذا الاقتحام، إحنا التخويف لو سألت الجيرة أو سألت الأقارب حتى يعني شيء مرعب يعني. نعم، يعني كان تعاملهم معكم عندما أتوا لاعتقال محمد بصورة يعني أخافوكم في منزلكم وأخافوا يعني الساكنين والأطفال والنساء؟ أرعبونا رعب، أرعبونا رعب، ما مش معتادين يعني. قلنا إيش هذا يعني؟ كأنه إحنا يعني في فلسطين، كأنه اقتحام واحد يعني معاملة يهودية، معاملة قذرة تستقرب بهذه الطريقة. حتى السلاح، أنواع السلاح يعني، وإشعة الليزر تنفر منها يعني. لما قلت له إيش في إيش في، وضفت السلاح طفي وشيء الشراح في وجهك، قال له ابني مالكم في أبش حاجة، إيش شو أنا خارج لكم الآن. نعم. وهم يربطوه يعصبوا عيونه ويقدروا بقدرة كبش فوق السيارة. طيب. كذا وأخرج لأبرا أشوف لك 10 مصفحات
يعني كأن احنا في والله يعني 10 اطقم ومصفحات، يعني ما هي التهم ضد محمد حتى تأتي 10 مصفحات واطقم عسكرية بهذا العدد الكبير؟ والله والله اقولها لك، انا ومعروف يعني وزني في حيي ومعروف، انا وظيفتي في الكهرباء، انا مدير عام، انا مدير عام مش انسان عادي، انا اسره مثاليه. هل تتوقع انه تكون اسره مثاليه بالمدارس واسره مثاليه في الحي بتولد ابنها ارهابي؟ اخي شيء ما يدخلش العقل، بايش من طريقه يقتحموا بيتك؟ لو انهم اتوا لعندي وقالوا يا اخي شفي على ابنك كذا ورجع تعال، احنا لو كان في بيوت عندنا مثلا يخرجوا منها ناس مسلحين ويدخلوا مسلحين، لك تقتحمها باي اطقم؟ احنا بنعيدك، لان ايش موقف ملفت النظر هذا، يخيف الناس، مش متعودين احنا في عدن. نعم. هذا الامر. نعم. لكن لما يجي في الاخير عملك بهذه الطريقه. نعم. طيب احنا بعد هذا الاقتحام قلنا من انتم؟ قالوا احنا الامن. طيب ليش من السمير؟ ليش مغطين وجاهكم؟ ليش نشوف الليل؟ نعم انتم هذا؟ نعم انت ومحمد كنتم من ضمن الذين انخرطوا في صفوف المقاومه الشعبيه وقاومتم الحوثي حتى تحررت عدن. ايوه ايوه، وابني من اللي اقتحموا المطار وتعور في راسه والى الان في راسه معور، اي من من من, من اصناف التعذيب قد يستوي اختلاط بين المخ والمخيط ويروح فيها ابني. هذه بحقيقه اقولها، يعني ابني يعني انا متخوف الان لانه اصاب في راسه، بدل ما يكرموه يروحوا يعالجوه يعني يرموه في السجن. شوف الجزاء، يعني انت ضحيت وفي الاخير كيف رد الغضب لك؟ يعني ايش هذا؟ طيب احنا لما رحنا الايام الثانيه قابلت نائب مدير عام، قلنا لهم اخواني ايش عنده ابن، انا رحت عند البحث الجنائي يا اخواني كلموني، انا قلت بجانب قانوني. نعم. يكلمني القمري يقول لي يا اخي شو ما فيش بيدنا، روح لعند شلال، شلال هو الكل بالكل، رحت لعند شلال اخواني وصدوني واحد عند شلال، اتحدى واحد ينكر؟ شوف انا اتكلم الان واتحدى واحد ينكر. نعم. انا انسان محترم. نعم. رحت لعند شلال جالس جنب بيته شهر كامل، الحراسه استحوا مني الحراسه. نعم. يا اخي بقالوا اقول ايش عند ابني؟ قل لي. نعم. رحت لعند نائب مدير الامن اليوم الثاني قال لي يا اخي مش عندنا عند التحالف. يا اخي روح بيتك اذا انت عندك التحالف، ايش التحالف جاي يساعدنا ولا جاي يحتل لنا؟ يا اخي انا لما يقول لي مدير امن يشل ابني من صف الليل ويقول لي مش عندي عند التحالف، يا اخي روح بيتك استقيل احتل لك. اي رجوله عنده يقول لي ارجع للتحالف، يا اخي التحالف جاي يساعدنا ولا جاي يحتل لنا؟ انا نعم. انا الان كانسان مدير عام كادر من كوادر ابناء عدن، بالله عليك يرد علي واحد مدير امني اللي انا جاي يحميني وجاي يدافع عني يقول لي مش عندي عند التحالف بكل سهوله؟ نعم. ولا يا اخي قلت له يا اخي روح استقيل بيتك يا اخي. نعم. تتكلم سيد حسني، تتكلم بحرقه ربما مبالغه، لماذا كل هذا الالم والحرقه؟ ويعني لا والله انا عانيت يا اخي، انا رحت لعند قومي مدير قال لي مش عندي يا اخي، قلت له يا اخي وسط لي واحد انشلال، وسط لي واحد واعطاني رقمه، اليوم الثاني ما قابلنا شرب يا اخي. نعم. انا الان مفتهم اهلا وشلال وابراهيم رحق العراق، يعني انا مفتهم ليش الان يعني شلال كل بالكل يا اخي خان، احنا قول لي انا قول لي ايش عند ابني؟ ايش عند ابني؟ ايش هو؟ نعم. ابني بعد ما خرجوا الروافض الحوادث وروحوا، احنا رجعنا الى اعمالنا سنه كامل بنعوض في الكهرباء سنه كامل. نعم. وبعد سنه يجي اقتحم بيتك يا اخي، انا مفتهم ليش هنا؟ كم ابني متواجد هنا؟ كم الان محمد الان في السجن؟ كم المده الان؟ نعم. كم المده الان لمحمد في السجن؟ يا اخي انا بضرب لك مثلا، نحن رحنا مع الاسر فنقابل التحالف، طالما ان التحالف هو الكل بالكل، يا ليتنا المارشال والرئيس هادي يسمع، نحن على الاقل ينصف نحن يا اخي، نحن مع الرئيس هادي علشان شرعيته تعود، نحن نطالب انه يا يجيب لنا ناس يخدمون نحن يا يبعدهم. يا اخي احنا رحنا نقابل التحالف والله انهم يعاملونا كما يعاملون القلم الكلاب، صدق يقول بعدهم اجا في الصدفه الشلال وهو خارج من التحالف يقول نحن يا اخي يا اخي لو سالت من هذا الاباء ومن هذه الامهات والله يوجع قلبك، ام واحد ابنها صدق هي مديرة مدرسة، أم ثانية دكتورة، أم ثانية يعني بالجامعة، يا أخي أقول لك أمهات محترمات، يعني هم الآن يجازوكم ويجازوا هذه الأمهات لأن أنتم يعني قاومتم وأبنائكم ضد الإنقلابيين وطردتمهم من عدن، ربما هذا هو الجزاء. أنا ماشي طول عليكم لك، الله يحفظك يا أخي، وأنا أعرفك شخصيا أنت وبلتقي منك وبعرفك من أنا، بس أنا قلت لك فين التقينا؟ لما اجي لما عند شلال افرح به يقول له ها انت ابنك فلان، اوه هذا اللي صلح حشو وقتل، ابنك قتل 20 نمر، ابنك يا اخي ايش هذا؟ ام سكلاء يا اخي مهما كان ابنها، اقول له طيب يا والده هذا ابنك يا اخي ايش هذا؟
يا اخي حاجه يا اخي فوق ما بتصور يا اخي. يا اخي انت انا هنا فرحنا بشلال لانه كان معنا بالحراك امس وكان يطالب عاش بالظلم اللي عشناه، فكيف يخرج امبراطور فوقنا؟ نعم طيب سيد حسن، هذا اللي كنا نرجوه والله صدق يعني، يعني حاجه مقرفه يا اخي. نحن اباء وامهات لما باجينا نقول احنا فرحانين بالاماراتيين لانهم اهل زايد، زايد بن سلطان شقد راسه فوق رؤوسنا، لكن هذا الباقي نشوفه في سمعته اساءوا الى زايد بن سلطان ولا اساءوا الى دخل قبره. يعني لما بجي عند الاماراتيين بيشوف الاباء والامهات بيقول عيني ابنائكم يا اخي، احنا جينا اباء وامهات، هل ابنائنا ارهابيين راح نقول لهم اي واحد ارهابي يجي يستاجر واليوم الثاني يستاجر ويروح؟ نعم العنصر المحترمه لما بيجي الامله بيسال بيقولوا تعال نعم اجلس مع ابنك، ابنك كذا وكذا، ابنك غلط. طيب ابو محمد انتم ابو محمد نعم انتم ذهبتم الى مقر التحالف العربي، حاولتم يعني تتحدثون معهم، ما هي التهم الموجهه لمحمد وايضا زملاء محمد اللي هم الان في السجن؟ والله والله لو الان من 11 سنه حوالي الان 10 شهور او 11 شهر عمرنا ما احنا دارين فينه يا اخي. ايش هذا؟ ايش يعني بالله يا اخي عقلا يا اخي، شلوا ابنك كل اسبوع بعدين خليه يجلس معك، شوف ابنك ليش حرموا رايته؟ ليش ايش القصه؟ طيب ايش من قانون يا اخي؟ انا بوجه هذه الرساله للرئيس هادي انه لا يضيع، نحن الله بيضيعه هو الان ولي امرنا مسؤول امام الله سبحانه وتعالى، يا يجيب لنا ناس يحكموا بتاع الناس، اذا ابنائنا غلطوا نحن مستعدين نشوف ايش غلطوا ابنائنا، لكن يضيعوهم لنا اكثر من سنه. اي قانون؟ ايش بلد؟ وين حقوق الانسان؟ وين الناس اللي بيجروا بعد؟ يا اخي نحن ناس محترمين، ناس لنا احنا يعني اسر متواضعه، ربينا اولادنا تربيه صحيحه. يجي واحد ينفذ امريكون انت نعم. بتخلق ارهاب داخل كل بيت، انت طيب. انت تخلق ارهاب. طيب ابو محمد اسمح لي ان اشرك معنا في الحديث ايضا من عدن عبر الاقمار الاصطناعيه، نرحب بالاستاذ فهمي السقاف الناشط الحقوقي. مساء الخير استاذ فهمي. اهلين مساء النور. مرحبا بك استاذ فهمي، ربما انت يعني سمعت ما يقوله ابو محمد الحسني وايضا انت متابع لملف المعتقلين والمخفيين قصرا في عدن، كيف تعلق بدايه على ما طرحه ابو محمد وايضا عن حال المعتقلين في هذه السجون السريه في عدن؟ طبعا انا سمعت لما قاله ابو محمد ولفتنا حقا سؤال طرحه، اين المعنيين بحقوق الانسان؟ هذا السؤال وحده كافي لتسليط الضوء على معاناه هؤلاء، على معاناه الاسر، على معاناه الامهات، على ما يحصل من انتهاكات لحقوق الانسان بشكل عام، ليس في عدن فحسب بل في اليمن عموما. فعلا اين حقوق الانسان من هذا كله؟ يعني اذا ما نظرنا او نسلط الضوء هنا يعني بصدق وبصراحه وبشفافيه، اولا اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان هي لجنه وطنيه ليست فقط للرصد والتوثيق، لا بل والتحقيق. ماذا فعلت في هذا الملف؟ صامته ساكته؟ طيب هذه انتهاكات تحصل للناس يوميا وفي أكثر من مكان، ما العمل؟ أيوة ما الواجب؟ على الأقل واجبها اللجنة التي انشئت من أجله المفروض أنها تكون تفعله وتكون فاعلة ومتفاعلة مع الناس، لكن للأسف الشديد لم يحصل شيء من ذلك، وبالتالي هي بالنتيجة متواطئة بالصمت وغض الطرف. نعم هذه اللجنة. نعم حتى اللحظة لم تحرك ساكن، أنا تابع تغيير اللجنة منذ نشأتها، منذ تأسيسها، تغرير لم أجد فيه أي إشارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان، إلى المعتقلين، إلى المخفين قسرا، بالذات في الآونة الأخيرة، بعد التحرير. أنا أستغرب حتى الآن عندما سمعت الحسن يهو يتكلم عن التحرير. التحرير أي تحرير؟ عن أي تحرير يتكلم؟ التحرير معنى أنك تحرر عدن من ميليشيات وتسلمها لميليشيات؟ حررت الجنوب من ميليشيات وسلمتها لأخرى؟ هل هذا هو التحرير؟ وبالتالي هنا تتعاظم وتتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان يا سيدي. أنا أقول لحل هذه الإشكالية حقا ينبغي أن تسجل وقفة جادة أولا من منظمات المجتمع المدني المحترمة، وهي قليلة على كل داخل عدن. وأتذكر في هذا بهذا الصدد يعني أنه قمنا نحن في مركز الحق الإنساني، مؤسسة وجود للأمن الإنساني برئاسة الأستاذة مها عوض، مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان برئاسة الأستاذ العزيز محمد قاسم النعمان، هؤلاء نحن نتذكر قدمنا مذكرة حينها لمحافظة عدن، وحينها كان محافظ عيدروس الزبيدي. نعم أي نطلب منهم لغاء، نريد أن نناقش معهم كل هذه الانتهاكات، لكن لم نتلقى أي رد أو جواب.
أتى المحافظ الثاني وقدمنا ذات المذكرة يعني مجددا، والتقوا بعض الزملاء في أكثر من مناسبة وأبدأ استعداد حقا، لكن لم تتح لنا الفرصة. طيب طب أستاذ فهمي، الأمر فهمي الآخر اسمح لي يعني فعلا أتيح لنا لقاء مع نائب وزير حقوق الإنسان، ولكن نعم. نائب حقوق وزير حقوق الإنسان يعني لا يحرك ساكن للأسف. التقيتم وزارة حقوق الإنسان وزير حقوق الإنسان أستاذ فهمي، هل يعني التقيتم فيه؟ هل وجدتم منه لمستم منه تحرك من أجل متابعة ملف المعتقلين، لا سيما بعد التوجيهات القديمة من رئيس الحكومة بالنزول إلى هذه السجون وكشف الانتهاكات التي تمارس ضد هؤلاء؟ الحق أقول لك أنه التقينا نائب وزير حقوق الإنسان طبعا، وكان التقيناه بعد زيارة له إلى سجن المنصورة. نعم. كان حقا متفاعل معنا متحمس، ولكن للأسف الشديد لم تتح له الفرصة لعمل شيء. بالتأكيد قلت لك في لقاء سابق لي هنا على قناتكم، نعم، أنه فعلا راح أو قام بزيارة كل من وزير حقوق الإنسان ونائب وزير حقوق الإنسان إلى سجن المنصورة، الهدف أنهم يزوروا عنابر السجن، يطلعوا عن كثب على أحوال المعتقلين وإلى آخره، لكن ما حصل أنهم تم منعهم داخل السجن من زيارة العنابر، عنابر السجناء أو نزول السجن. هذا ما حصل لنائب وزير حقوق الإنسان ووزير حقوق الإنسان في زيارتهم هذه. أتت بعدهم محاولة من رئيس نيابة عدن الأستاذ قاهر مصطفى، وهو كان حينها أيضا يشغل منصب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي شكلها هذه، نعم، التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. هذا وقع أيضا برسالة فيها كشف تقريبا يضم 126 سجين أو أكثر إلى سجن المنصورة وهكذا للإفراج عنهم. أيوة. فوصل الكشف هذا ووصلت الرسالة معه طبعا، كان تعامل إدارة سجن عدن أنك أنت لست مسؤول عن السجون في عدن، وبالتالي عليك أن تتخاطب مع التحالف، وهذه الورقة بالله واشرب ماءها. نعم حقا. وكأن نعم إذن 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 بعدها أتت. نعم أستاذ فهمي، نعم اسمح لي أستاذ فهمي، يعني سردت لنا معلومات مهمة، لكن الآن من وجهة نظرك الآن يعني المسؤول الآن كما يقولون هو التحالف العربي، إذن الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان لا تستطيع حتى زيارة سجن ومنعهم من السجن ودخول السجن والإطمئنان على حالة هؤلاء المعتقلين والمخفيين قسرا. أنت أيضا على الجانب الآخر تلوم أبو محمد عندما قال حرر عدن، كيف يحررها من ميليشيا ويسلمها لميليشيا؟ هل جزاء هؤلاء الذين خرجوا يقاوموا الانقلاب يقاوموا الميليشيا ويحرروا مدينتهم أن يعاقبوا ويدخلوا في السجن؟ أقول لك شيء، الأمر الآخر طبعا أتى النائب العام للجمهورية علي العواش وقام بمحاولة أيضا وباءت بالفشل، مثل ما باءت محاولة سلفة مدير نيابة عدن. الأمر الآخر، الأستاذ بن دغر رئيس الحكومة شكل لجنة فيها الأمن القومي، الأمن السياسي، وزير الداخلية وآخرين معهم من قادة إجهزة وأمنية وعسكرية وإلى آخره. ما الذي فعلته هذه اللجنة؟ اللجنة هذه لم يتاح لها أن تزور سجن واحد يا سيدي أو تقابل معتقل واحد. هذه اللجنة طبعا شكلت بعد أن تناولت وسائل الإعلام مسألة السجون السرية في تقارير عدة، سواء كان وسائل الإعلام هذه المرئية أو المقروءة أو المسموعة. طيب الآن الأمر نحن بين التحالف والشرعية يا سيدي، لا يوجد إلا خيارين ويقولوها بمنتهى الشجاعة والصراحة، على الشرعية وعلى التحالف. في أن التحالف عليه أن يراجع سياساته في البلد وأن يعترف وفقا للبيان الذي أعلن عنه أنه أتى يساعد الشرعية ويكون حقا مساعدا للشرعية لا معرقلا، واحد، أو أنه يعلن أنه محتل للبلد هذه ويتحمل مسؤوليته كمحتل. الشرعية واحد من الاثنين، إما أن تواجه التحالف فعلا بسياساته التي يمارسها على أرض الواقع وتحمل المسؤولية، ما لم أيضا على الشرعية أنها تقول للتحالف يعني أوكي تصرف كمحتل واعترف أنك محتل والسلام، لأنه حقا الشرعية أصبح لا مبرر لوجودها يا سيدي. إذا كان الشرعية يعني أوامرها ما تمشي، إذا كان هذا تدخل الفج من التحالف في كل كبيرة وصغيرة، ما الذي تبقى من الشرعية؟ وعلى أي شرعية نتحدث؟ عندما نتحدث نحن عن انتهاكات حقوق الإنسان في عدن، الأمر هي حلقة أو سلسلة متكاملة مترابطة مع بعضها البعض، تبتدي بحق الإنسان في الحياة، حق الإنسان في الخدمات، حق الإنسان في التعليم، حق الإنسان في الصحة،
طيب واقع عدن اليوم ماذا الى ماذا يشير؟ لاحظ انت عدن اصبحت يعني تستخدم الكهرباء كاستخدام مضاد حيوي، كاستخدام مريض مضاد حيوي، ساعه في النهار وساعه في الليل والباقي في حاله انطفاء. طيب الان منذ ان حررت عدن كما يقال انها حررت، كم مضى علينا؟ مضى علينا اكثر من عامين ونصف تقريبا. ما الذي تغير في عدن؟ مطار عدن هذا لا يحرك الا رحله واحده، ممنوع ان تتحرك او تطير منه طائره بعد الساعه 5 عصرا، ممنوع ان تقلع منه طائره الا بعد ترخيص من التحالف. طيب ما الذي تبقى؟ ما الذي تبقى في البلد لم يحكمه التحالف او لم يتحرك بامر من التحالف؟ نعم، اذا انتم الان نعم الشرعيه اذا نعم نعم استاذ فهمي، نعم ووضحت فكرتك. اذا يعني ابناء المحافظه المحرره على وجه التحديد في عدن هم يحكموا من التحالف العربي ممثل بالامارات العربيه المتحده، ولم يعد هناك اي صوت للشرعيه ولا اي اوامر تنفذ ربما في هذه المحافظه. ينقص اعترافها فقط، ينقص اعترافها انها محتله، تقول انها محتله وتسكن الشغله هذه كلها. نعم بس. طيب اسمح لي ابو استاذ فهمي ان اعود لابو محمد. ابو محمد كلمه اخيره لك، رساله قبل ان اودعك، ماذا تريد القول سواء للتحالف او للشرعيه او للجهات الامنيه؟ اريد اوضح كمان الاخ الثقاف، طبعا القاهر وصباح لما قابلناهم هم اعضاء النيابه يقول ما فيش علي داتنا، صدق اكثر مره، لان احنا ناس نظاميين عشنا على النظام والقانون، لما يجي عندهم يقول له يعني ولا اخي ما فيش علي داتنا، ما معك الا تروح عند جلال. طيب اجل الورقه هذه اللي فيها اكثر من 100 اللي الاوراق حق اللي افرج عنهم من النيابه العامه من قاهر وصباح تجيل عندهم يقول لك ابو الامامه، لا يقطع الورق ويقتل ابو جهك. من هو هذا ابو القمامه ودي ابو الامامه؟ من يكون هذا؟ نعم أبو محمد، ربما وضحت النقطة أنه لا حول ولا قوة للحكومة الشرعية في محافظة عدن وتدار بصورة مباشرة من التحالف ممثل بالإمارات العربية المتحدة. لا الكلمة الأخيرة، الكلمة الأخيرة كما أفتوا لنا الحرب ضد الحوضة يفتوا لنا الحرب ضد التحالف، وإحنا مستعدين نجاهد. أشكرك جزيل الشكر أبو محمد، وإن شاء الله يفرج عن محمد وزملاء محمد قريبا. كنت معنا أبو محمد الحسني والد أحد المعتقلين من عدن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الآن قبل استكمال الحوار نذهب لمتابعة تصريحات ميدانية لأهالي المخفيين والمعتقلين في محافظة عدن، ومن ثم نكمل النقاش، ابقوا معنا. نكرر مشادتنا العاقلة إلى التحالف العربي والقوات الإماراتية والحكومة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بالاستجابة لمطالبنا الإنسانية والحقوقية المشروعة وتقديم أبناءنا للمحاكم القضائية بعد نسب التهم إليهم أو إطلاق سراحهم، ونحملهم كامل مسؤولية عن حياة المعتقلين. داهم البيت ما حصلوش أي حاجة، المطلوب أنك تروح لعندهم، تواصل معهم بالتلفون، قال لهم إيش اللي حصل، قالوا له تعال بنتفاهم معك. راح لعندهم برجيلة على أساس أنه بيتفاهم معهم إيش اللي حصل، لأنه ما على أي قضية وما على أي تهمة وما على أي سوابق. فراح لعندهم ومن هذاك اليوم وما شفناه ولا الآن ما عارفين عنه أي خبر. اللي جابن هنا أولادنا في السجون، يموتوا في السجون تحت التعذيب، ونحن نشيل إخراج أولادنا من السجون ونشيل عملوا شيء ولا شيء، القضاء موجود. نحن أمهات المعتقلين وزوجات المعتقلين نناشد رئيس الجمهورية أن يقف معنا وأن يكون أن يتم تفعيل المحاكم. فتحت المحاكم ولكن ليس هناك استجابة، يعني أبناءنا وأزواجنا وأخواننا في السجون ما في شيء استجابة. لما نروح لعند التحالف يقول إحنا النيابة ما رضتش تيجي تشيل السجناء من داخل السجون. رسالتنا أننا نطالب بأقل حقوق الإنسان، لا أكثر، حقوق الإنسان أقل شيء. أم تعرف أين ابنها، تواصل مع ابنها بإيش من حق ابنها سجن، بإيش من تهمة هو متهم، في قضاء يفعل، لكن لما تروح عند القضاء يقول لك أنا ماليش دخل، تروح عند الأمن يقول أنا ماليش دخل. ابننا إحنا الآن تعبان لو أكثر من 10 أيام مضربين عن الطعام، يرضي من؟ فين الحكومة؟ فين الشرعية؟ فين عبد ربه اللي سيب عيالنا وبلادنا وخرج؟ عيالنا أصبحوا الآن بالسجون مفقودين، أمراض تمام، يعني لاقوا أقوى الدع، أقوى التعذيب اللي يخطر ببالكم ما يخطرش ببالكم. هذا جزاتهم، جزاتهم من قارة المساجد حية على الجهاد، سيبوا أوراقهم وملازمهم وبيوتهم وأهاليهم وخرجوا، يرضي من؟ الله ما جعل كيدهم في بحرهم وجعل كيد الظالم بالظالم، وحسبي الله ونعم الوكيل بمن كان السبب. ابن أختي مفروض يكون الآن خريج مع الخريجين، يما استلموا شهادته وهو داخل السجن، بحق من؟
بحق من يا ناس؟ ابني مع 4 اهل، 2 بنات و2 عيال، انا ادري ايش فينا؟ لسه انا وشهرين، لا نشوفه ولا يشوفنا، يعني مخطفين. لا نشوفه ولا يشوفنا، ابوه شابق دفع يموت من كثر القهر ولا اتصال. ولا اتصال ولا كلام ولا سمع ولا اسهر ابدا. من اجل ان تسجن ابنائنا وتتبع المبتزين الذين يبتزون اموال التحالف من اجل مصالحهم الخاصه على حساب المظلومين، على حساب المظلومين والقرابه، على حساب الابطال اللي دخلوا المعارك وحرروا البلاد ضد الحوثيين، يعني رجعوهم في السجون والباقيين جالسين يتسطحوا فوق الشاصات كانهم ولا عملوا حاجه. والله يعجز اللسان على التعبير، ربما يعني رساله الامهات المختطفين خير دليل على مقدار الالم والمعاناه التي يعانون منها، ربما الكثير منهن صرحنا هل هذا جزاء من يعني قاوموا، من ضحوا من اجل تحرير عدن من الانقلابيين؟ استاذ فهمي الثقافه اعود اليك من جديد، الان سمعت ايضا احدى امهات المعتقلين تقول بان التحالف يقول ان النيابه العامه هي من ترفض ان تاتي لاستلام هؤلاء المعتقلين والمخفيين في سجونها. حقا شر البلية ما يضحك يا سيدي. عن أي نيابة يتحدثوا وعن أي قضاء؟ إذا كان القضاء والنيابة هذا ما تمشيش تعليمات ولا توجيهاته، حتى اللحظة القضاء والنيابة اللي ما يشتغل منها هو الجانب الإداري فقط. لا توجد في عدن محكمة تشتغل، عدن المحكمة التجارية فقط ربما، لكن المحاكم المختصة بقضايا جنائية أو غيرها ما لا تشتغل في عدن. طيب الأقسام الشرط حتى اللحظة يعني خاوية على عروشها. فبالتالي الحديث عن أي قضاء، اللي عطل القضاء وعطل دور القضاء وما يريد القضاء أن يشتغل لكي يتمادى في انتهاكاته، بالتأكيد كل الآن يرمي أو يجد مبرر في غياب الآخر. تروح للتحالف وفقا لأحد الأمهات يقول لها النيابة، هو عارف أنه ما فيش نيابة أصلا، هو عارف أنه لم يسمح لا للنيابة ولا القضاء أن يشتغل. هذا الإشكال. نعم. طيب استاذ فهمي، اذا كل هذا الان نعم استاذ فهمي اسمح يعني لي، نعم ونحن استاذ فهمي هذا اسمح لي ومعذره على المقاطعه، اذا الان الان يعني من قدموا نفسهم او ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي انهم يدافعون عن حق الجنوب، هذا صنف يعني في الجنوب، ايضا الحكومه الشرعيه يعني صنف اخر، التحالف الصنف الثالث او الطرف الثالث، اذا هؤلاء المواطنين الى من يلجؤوا، الى من يذهبوا، من ينصف هؤلاء الناس في عدن وفي هذه المحافظات؟ هؤلاء المواطنين حقا يعيشوا محنة ومعضلة، بل أخالهم بين أكثر من مطرقة وسندانة. أولا الشرعية فعلا لن تفعل شيء لهم للأسف الشديد، المجلس الانتقالي لا يكترث لهذه الأوامر وهو أكثر طاعة للتحالف والإمارات صنيعتها وهي موجودته، هذا أمر لا يعني لا نكذب على أنفسنا ولا نغلط أنفسنا، هذا الحقيقة للأسف الشديد. طبعا الأمر الآن كله بيد الإمارات بحكم أنها هي صاحبة السيطرة في عدن. هؤلاء لن ينصفهم إلا منظمات دولية إذا تدخلت بضغط شديد على دول التحالف بشكل مباشر. أنا حقا عبر قناتكم أريد أن أتساءل الآن، أين هي اللجنة التي شكلت بعد اجتماعات جنيف، بعد اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وشكلت لجنة حينها من خبراء في مجال حقوق الإنسان لا يكملوا مع التحقيق مع اللجنة الوطنية؟ وصلوا اليوم إلى عدن. نعم استاذ وصلوا امس الى عدن. نعم عندي خبر، لكن وصلوا امس الى عدن. نعم عندي خبر، لكن حتى اللحظة سنرى ان كان سيسمح لهم بزيارة هؤلاء، سنرى هذا. طبعا السجون الان اللي اصبحت معروفه وهناك غير المعروفه، نحن نريد الان ان يروا المساجين هؤلاء. اذا كان مرت على هؤلاء اكثر من 29 شهر بعضهم حتى اللحظه لم يوجه لهم اتهام ولم يقدموا للمحاكمه ولم يفرج عنهم، يعني هؤلاء فعلا امام معضله حقيقيه. هذول فقط اللي نعرف عنهم، السجون اللي داخل عدن فقط اللي نعرف عنهم، ما بالك في السجون في بقيه المحافظات ابين، شبوه، حضرموت وإلى آخره من هذه السجون. أينما
يما بتوقف فثمة معتقلات يا سيدي، أينما يما بتوقف فثمة. طيب أستاذ فهمين، على تساؤلك ينضم إلينا الآن وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، سنستفسر من عن هذه اللجنة التي وصلت إلى عدن أمس، وما الذي ستقوم به وما الذي عملوا حتى اللحظة. مساء الخير أستاذ ماجد. يا مرحبا، مساء النور، أسعد الله مساءكم. مرحبا بك أستاذ ماجد. إذا سمعت تساؤل الأستاذ فهمي السقاف، وأيضا نتساءل نحن، هذه اللجنة التي وصلت الآن إلى عدن، ما الذي قامت به من أمس إلى اليوم، وما الذي ستقوم به غدا وبعد غدا وفي المستقبل؟ يا سيدي العزيز، طبعا هذه اللجنة هي عبارة عن وفد أممي رفيع المستوى من المفوضية السامية لحقوق الإنسان برئاسة السيد محمد النصور مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مدير مكتب المفوضية في اليمن وعددا من المرافقين لهم من خبراء ومسؤولي ملفات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. هذه اللجنة ستقوم بدأت اليوم بتنفيذ عددا من اللقاءات مع مسؤولي الدولة، وقد اجتمعنا صباح اليوم في اجتماع طويل جدا تناقشنا فيه حول آلية تنفيذ القرار مجلس حقوق الإنسان الذي صدر في الدورة 36 في المجلس، والتي خرجت بدعم اللجنة الوطنية وبقرار تحت البند العاشر. طبعا تم النقاش حول آلية تنفيذ القرار وكيف يجب أن المفوضية أن تدعم هذه اللجنة الوطنية، وأيضا حول تشكيل فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين لفحص المعلومات وتقديم تقريرها للمفوضية. بالإضافة إلى هذه تم مناقشة وضع وحالة حقوق الإنسان في اليمن وانتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح وغيرها من الادعاءات. طيب أستاذ ماجد، حتى نقف على النقطة الأهم الآن، السجون السرية في عدن والآن 13 يوم والمسجونين مضربين عن الطعام، ما الذي عملت هذه اللجنة وأنتم في وزارة حقوق الإنسان لهم؟ يا سيدي العزيز، طبعا قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد الدغر، تم تشكيل طبعا مهتمين جدا بوضع وحالة حقوق الإنسان في اليمن كامل ومنها المناطق المحررة، قاموا بتشكيل لجنة تحقيق، لجنة التحقيق برئاسة القاضي جمال عمر. هذه اللجنة طبعا التي أنا عضو فيها ومقرر تقوم بالتحقيق أي ادعاءات تصلها، وصلتنا عدد من الادعاءات وأيضا القضايا. هذه اللجنة تقوم بمعالجة تلك القضايا وتحويلها إلى الجهات المختصة من طبعا النيابات. أستاذ ماجد، نعم. طيب أستاذ ماجد، إذا هذه تقف على هذه القضايا التي تصلكم الآن، إحدى يعني أمهات المختطفين تقول بأن التحالف يتحجج بعدم يعني محاكمة هؤلاء المعتقلين المخفيين قسرا بأن النيابة العامة ترفض أخذ ملفاتهم والتحقيق معهم. أنتم في وزارة حقوق الإنسان هل أنتم مطلعون على هذه التصريحات وعلى هكذا يعني جهة التحالف تقول لأمهات المعتقلين بهذه الصورة؟ نعم نعم، نسمع بكثير من التصريحات وكثير من طبعا ما يقوله الإعلام هو كثير، وأيضا في بعض التجاوزات وفي بعض طبعا القصور، وهذا ما نحاول معالجته وندعو إليه باستمرار. ندعو النيابات إلى القيام بواجبها، ندعو النيابات إلى القيام بواجبها والالتزام بما نص القانون عليه في طبعا إعداد ملفات وتقديمها إلى القضاء. الآن القضاء يعمل بكل جد، القضاء المحاكم فتحت، المحكمة أيضا الجزائية المتخصصة بالقضايا الجسيمة سوف تفتح في الأيام القادمة، كل المحاكم تعمل، مجمع القضاء يعمل، القضاء يداومون في أماكنهم. طيب أستاذ ماجد، معذرة على المقاطعة وسؤال أخير فقط أستاذ ماجد، معذرة على المقاطعة وسؤال أخير، ربما هذه التصريحات اعتدنا أن نسمعها كثيرا، لكن الآن وصول لجنة أممية من يعني الأمم المتحدة، هل ستلمس يعني وزارة حقوق الإنسان تغيرا ما؟ هل سيلمس أهالي المعتقلين والمخفين قسرا على الأقل في عدن والمحافظات المحررة يعني من يسمع لهم ويفرج عن هؤلاء المعتقلين الذين يبحثون كل يوم عمن يسمع لهم أو حتى يخفف من معاناة أبنائهم؟ يا سيدي العزيز،
نعلم جميعا مما تركته ميليشيا الحوثي وصالح عند انسحابها او انهزامها من المناطق المحرره. تركت مؤسسات الدوله كلها مدمره، تركت اجهزه الامن والضبط اللي اجهزه الامن والداخليه والضبط والمصلحه السجون مدمره. الان نحاول بناء هذه المؤسسات واعادتها وتطبيعها للاوضاع. هناك جهود كبيرة من إذا هناك جهة سوف تنصف أي مكان في الجهة المحلية والآليات الوطنية وأيضا الحكومة، لأن الحكومة هي مسؤولة عن كافة مواطنيها. نحن مسؤولين عن هؤلاء المواطنين. سوف نعالج هذه القضايا صغيرة وكبيرة وسوف نعمل على حل كثير من إن شاء الله. المجتمع الدولي لن يغير شيئا. المجتمع الدولي يبحث عن مصالحه والمنظمات الدولية تبحث عن مصالحها فقط. أشكرك أستاذ ماجد، نتمنى ونحن يعني معكم ونساندكم وإن شاء الله فعلا يعني ينعكس ما تقولونه على الواقع ونلمس هذا التغير في يعني التخفيف عن هؤلاء المعتقلين والمخفيين قسرا. شكرا جزيلا لك وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، كنت معنا من عدن. وعودة إلى الأستاذ فهمي السقا. أستاذ فهمي، حقيقة نسمع كثيرا من يلوم أبناء عدن بشكل كبير، لأن هناك من يقول أن الصوت الأكثر في عدن هم من يؤيدون التحالف، من يؤيدون المجلس الانتقالي، ولا يأبهون لهذه يعني الأمهات المختطفين أو هذه الانتهاكات التي تطال هؤلاء الناس. ما رأيك أنت؟ نعم، قد في توجد شريحة حتى لا زالت حتى اللحظة صادرة في الشكر المبتذل لكل هذا، لكن في النهاية هؤلاء الشاكرون اليوم سيطالهم الانتهاك غدا إن صمتوا وإن استمروا في صمتهم وشكرهم، سيطالهم الانتهاك غدا. جزء من المعتقلين الآن كانوا بالأمس شاكرين أيضا للتحالف وما فعل، واليوم أضحوا في سجون ومعتقلين. تمام. الأمر الآخر، أنا فقط كنت أود أن توجه سؤالك لوكيل وزارة حقوق الإنسان الذي هذا الإنشاء خطابه الإنشائي هذا، وإنه سوف وسوف وإنه كان ضمن اللجنة. ليتك سألته إن كان نزل أو إن كان سمح له بالنزول إلى المعتقلات، لكنه يتكلم في تجريد لا طافي بين الأرض والسماء، لا يمكن أن ينزل أحد على الواقع. أيوة. هذا الكائن لا يشعر بمعاناة الناس حقيقة، لا يشعر بمعاناة الأمهات الذين يظلوا أمام أبواب السجون أو المحاكم المفترضة. حبل الكذب قصير، ينبغي أن يعرف هؤلاء حبل الكذب قصير، وهو يتكلم. نعم. يعني أستاذ فهمي، ربما أنت تعلم أستاذ فهمي يعني تبحث. نعم. عن ابتزاز أستاذ فهمي، مش عارف إيش. أستاذ فهمي، نحن تواصلنا مع نعم أستاذ فهمي اسمح لي، تواصلنا مع الوزير وتواصلنا مع يعني جهات كثيرة من أجل أن يشاركوا معنا ونسمع صوتهم، لكن للأسف الجميع رفض. ربما هذا يعني الصوت الوحيد. نعم رفضوا الذي تجاوب معنا، وربما هذا ما لديه وما يستطيع أن يقوله ويقوم به فقط. طيب أستاذ فهمي اسمح لي. لكن أنه يتكلم في التجريد والوهمة، أنا أزعل حقا، أزعل وشعر بالمرارة حقا عندما يتم الحديث عن هذا الأمر في قضية حساسة تتعلق بحقوق الناس، تتعلق يعني بحقوق الإنسان. يعني هناك أمهات، شيء مؤلم أن نبيع الكذب والوهم على الأمهات. ينبغي أن نسمي الأشياء بأسمائها كي تعرف الناس حقيقة ما يدور في الواقع. أما أن نستمرئ الكذب والنفاق، فالنفاق والكذب لا يحلان قضية ولا يوصلان إلى طريق. نعم. طيب أستاذ فهمي اسمح لي أن نذهب الآن، أول نرحب بالأستاذة هدى الصراري المحامية معنا من عدن، وقبل أن يعني تدخل معنا في الحديث نذهب لمتابعة مادة معلوماتية أعدها الزميل وديع عطا عن الانتهاكات التي تطال المعتقلين والمخفيين قسرا في سجون التحالف في عدن، ومن ثم نكمل الحديث، ابقوا معنا.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، وارحب بالاستاذه هدى الصراري. مساء الخير استاذه هدى. مساء النور استاذه هدى. ربما لم يتبقى لنا دقائق اخيره، لكن سناخذ منك يعني ما هو الاهم. انتم كمحامين وكعاملين بمجال حقوق الانسان في عدن، ايضا كان لك ايضا زيارات لمجلس الامن والامم المتحده، هل يسمح لكم لهذه السجون الالتقاء بهؤلاء المعتقلين؟ هل سمعتم او لمستم تجاوبا من قبل ايضا المجتمع الدولي من اجل التخفيف عن معاناة هؤلاء المعتقلين والمخفيين قسرا في السجون في عدن؟ حقيقة ما لمسنا في الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان اهتمام واضح بقضايا المعتقلين والمخفيين قسرا في عدن، وكذلك اهتمام بالغ الأهمية من قبل النشطاء ومنظمات المجتمع المدني من خلال رصد حالات انتهاك الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في عدة محافظات منها عدن وأبيان ولحق. أيضا هناك أيضا العديد من التوثيق وبالأدلة لبعض الحالات والإفادات من الشهود وأهالي الضحايا وأيضا المعتقلين أنفسهم المفرد عنهم الذين يتجاوبوا ويدلوا بإفادتهم عما كانوا يعانون من أوضاع معيشية وأوضاع في المعتقلات. كذلك أيضا نتواصل مع العديد من المنظمات الدولية بخصوص الاعتقال انتهاك الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وهناك اهتمام، لكن للأسف يرجع الأمر برمته إلى الحكومات، حكومات التحالف وحكومات اليمنية أيضا بالسماح للمنظمات الدولية والصليب الأحمر بزيارة المعتقلات والإطمئنان على حالة المعتقلين والكشف عن أماكن تواجد المخفيين قسرا. للأسف هناك قصور واضح في القائمين على هذه المعتقلات بالسماح للمنظمات الدولية بزيارة هذه الأماكن من باب التعرف على الأوضاع الحياتية والأوضاع البسيطة. طيب أستاذة هدى، نعم هل تعتقدي الآن مع وصول هذه اللجنة إلى عدن أنهم سيقومون بتغيير معين، سيسمع التحالف وتنصت الجهات التي تعمل في عدن بأوامر من التحالف للإفراج عن هؤلاء المعتقلين، أو على الأقل يعني التحقيق معهم والسماح لأهاليهم بلقائهم؟ نتمنى بصراحة، نحن نتمنى ذلك، لكن للأسف زي ما قلت لك نحن من خلال لقاءاتنا في جنيف بمعظم مقرري الاعتقالات التعسفية وأيضا المنظمات الدولية جميعهم مهتمين بهذا الموضوع وبالانتهاك بحد ذاته، لكن للأسف يرجع الموضوع للحكومات القائمة على هذه المعتقلات، فلازم يكون هناك تصريح حقيقي من قبل القائمين على المعتقلات بزيارته والسماح للمنظمات الدولية أيضا بزيارة هذه المعتقلات والتعرف على الأوضاع، لكن للأسف لحد الآن وليومنا هذا لا يوجد أي بوادر أو نية بالسماح للمنظمات الدولية أو حتى الزائرين لعدن بالتعرف على ما يدور من حقيقة هذه المعتقلات. شكرا لك أستاذة هدى الصراي، كنت أتمنى أن تكوني معنا من بداية الحلقة لكن لضيق الوقت أودعك يا الأستاذة هدى الصراي المحامية والناشطة الحقوقية. عودة أخيرة فقط لي الأستاذ فهمي السقاوس. أستاذ فهمي، برأيك إلى متى ستستمر هذه الانتهاكات في عدن، وإلى متى سيستمر الناس في عدن بالصبر والصمت على هذه الانتهاكات والمعاناة؟ لا أعتقد أن صبر الناس سيطول، والعدالة وأن تأخرت فهيئاتها لريب في ذلك، هذا مؤكد، وليل الظلم والقهر وإن طال فهو قصير أيضا. ما نلمسه حقا أن الناس أضحت الآن أكثر حساسية إزاء ما يحدث من انتهاكات حقوق الإنسان. أنا أتذكر حقا كنت معكم في حلقة سابقة عبر الهاتف، وما استغربته حقا هو ردود الفعل الذي أتاني من الناس. أيوة، كان رد فعل في مزيد من التعاطف والتأييد والمساندة. واضح أنه في أشياء تغيرت عند الناس، في أشياء تغيرت عند الناس. اللي كانوا يعيشوا حالة إنكار واللي كانوا يعني يزقوا الشكر هكذا بلا حساب، أصبح الآن الأمر عندهم مختلف تماما، باتوا يدركوا الواقع وما يحدث فيه، وهذه بحد ذاتها خطوة جيدة ورائعة حقا. أنا أتوقع هذا فعلا أنه لن يطول ليل الظلم مطلقا في هذا البلد، فالناس في النهاية بيتصدوا لكل ظالم، هذا أمر مؤكد، وهذه فطرة الإنسان السوي لن يسمح بهذا أبدا. ما نشهده اليوم يعني هو غياب تام تماما للسلطة، لا توجد مسؤول تماما في عدن يمكن التخاطب إليه معه،
بخصوص اي قضيه، ليس قضيه المعتقلين والمختفين قسرا فقط. لا يوجد لا محافظ، حكومه ما هلش من داخل عدن كله، طيب رئيس مش موجود داخل عدن كلها. طيب ما تجي تقول لي ما الجنوب محرر وعاصمه محرره، على ايه؟ فينهم؟ المفروض ان هؤلاء يكونوا موجودين، المفروض ان السفارات حق الدول هذه تكون مفتوحه الان وتكون الحياه طبيعيه فيها وطبعت الحياه وهكذا. لكن حتى اللحظه عدن تعاني نفس الاوضاع التي كانت عاد الأوضاع كان قبل الحرب كانت أفضل. نعم. على الأقل كان في كهرباء، كان في مي، كان الآن الأوضاع ساءت أكثر كثيراً عما كانت عليه حتى في عز الحرب. أشكرك أستاذ فهمي. نعم. العضو الحقيقي. انتهى الوقت. نعم. أشكرك جزيل الشكر الناشط الحقوقي الأستاذ فهمي السقاف، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن، والشكر أيضاً لوكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، وكذلك للمحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري، وأيضا لوالد المعتقل محمد الحسني. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا الزملاء في الإعداد والإنتاج، زميل وديع عطا والزميلة إلهام عامر. حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. حفظكم الله والوطن. السلام عليكم.